السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لو عاوز تعمل تفريغ صوتي للفيديوهات وتحول الصوت في الفيديوهات لكلام مكتوب بدون أي برامج وبأعلى جودة ممكنة، لو قابلتك مشكلة في تحويل اللهجة العامية باللغة العربية لكلام مكتوب وكان معدل الخطأ عالي، وعاوز تحول اللهجة العامية بدقة كبيرة جدا، يبقى لازم تتفرج على الفيديو ده. مبدئيا كده هتحمل إضافة لمرة واحدة فقط وتسطبها، وهسيب لك اللينك بتاعها تحت الفيديو. هتضغط على اللينك، هتظهر الصفحة اللي قدامك دي، هتضغط على كلمة داونلود، هتتحمل الإضافة معاك كملف مضغوط زي ما ظاهر قدامنا كده. هتضغط كليك يمين وتبدأ تعمل اكستراكت تو، تبدأ تفك الضغط بتاع الإضافة وتبدأ تسطبها عادي خالص كأنك بتسطب أي برنامج عادي من هنا. طبعا انا اوريدي اصلا كنت مسطبها، فهو ظاهر عندي اللي انا عاوز احذف الاضافه، فعشان كده طبعا انا مش هحذفها، ولكن انت هتسطبها من هنا كده زي ما بتسطب اي برنامج عادي خالص. تاني حاجه هتيجي على علامه السماعه السبيكرز الموجوده هنا وتبدا تعمل عليها كليك يمين وتختار ساوندز الاصوات، وتيجي عند التاب اللي هو اسمه بلاي باك، التاب الاولاني هتلاقي الاضافه بدات تظهر عندك هنا باسم كيبل انبوت. لو انت اول مرة بتسطب الاضافة هتلاقي سيت ديفولت متفعل عندك، هتبدأ تضغط عليه. لو انت اصلا مسطبها قبل كده فهتضغط كليك يمين وتبدأ تعمل انيبل، وتيجي عند التاب التانية اللي هي اسمها ريكوردينج، وكذلك هتعملها سيت ديفولت لو انت اول مرة بتسطب الاضافة، ولو بعد كده في المرات اللي جاية لما تستخدم الاضافة زي وضعي حاليا دلوقتي هتبدأ تضغط كليك يمين وتبدأ تضغط Enable، وتبدأ تضغط Apply لو أول مرة بتسطب الإضافة، لكن بعد كده هتبدأ تضغط OK عادي خالص. ولو جيت تشغل أي فيديو أو ملف صوتي حاليا مش هتسمع أي صوت من الكمبيوتر، وطبعا ده شيء عادي جدا، وتقدر تسمع أصوات الكمبيوتر بعد ما تخلص قصة التفريغ الصوتي من هنا ومن ساوندز، وتبدأ ترجع وتعمل دي كليك يمين كده وتضغط ديسيبل، وكذلك في الريكوردينج تبدأ تضغط وتعمل ديسيبل، وبالتالي هتبدأ تسمع صوت الكمبيوتر عادي، ولكن هتسيب كل حاجة زي ما هي لحد ما تخلص عملية التفريغ الصوتي، وبعد ما تخلص هتبدأ تعمل ديسيبل زي ما تعلمنا دلوقتي. تاني خطوة موجودة معانا، هتبدأ تكتب هنا في جوجل سيرش جوجل دوكومنتس، أو بالعربي مستندات جوجل، وتبدأ تختار أول خيار هيظهر معك. هيقول لك هنا Go to Google Documents، هتقول له ماشي. ولازم تكون مسجل دخول على أكاونت جوجل عندك على الجهاز علشان يظهر عندك الشكل اللي ظهر عندي، ولو مش مسجل هيطلب منك إنك تسجل الأول الجيميل بتاعك والباسورد، وبعد كده يظهر لك الصفحة اللي ظهر عندي زي ما انت شايف كده. هتبدأ تختار بلانك مستند جديد، هتبدأ تظهر عندك صفحة زي صفحة الوورد بالظبط، تقدر تكتب فيها اي حاجة انت عاوزها، وتقدر تتحكم في حجم الخط، وتقدر تتحكم في الفونت اللي انت عاوز تستخدمه، وطبعا في هنا فونتات عربي ممتازة جدا ممكن تستخدمها. لو ضغطت مور فونتس وتبدأ تختار من هنا كده عربك، هيبدأ يظهر عندك مجموعة فونتات ممتازة جدا جدا تقدر تستخدمها. أنا هنا بفضل أستخدم الفونت الأولاني ده، وقول أوكي وأبدأ أختاره من هنا. بعد كده هتروح على تولز أو أدوات لو ظهر عندك باللغة العربية، وتبدأ تختار Voice Typing أو الكتابة عن طريق الصوت. ده فيديو أنا كنت مجهزه عاوز أحول الكلام بتاعه لصوت. ببدأ أختار من هنا من الأيقونة اللي ظهر قدامي اللهجة بتاعتي. هتظهر عندك هنا كمية لهجات كتير جدا، يعني على سبيل المثال
اللغة الإنجليزية ظهرت عندك كمية لهجات كتير جدا، أسترالية وكندا وغانا والهند وأيرلندا. اللغة العربية ظهرت عندك أول خيار، ده معناه اللغة العربية الفصحى، بعد كده الأردن والإمارات والبحرين والجزائر والسعودية والكويت ومصر ولبنان وقطر، كل الدول العربية اللهجات بتاعتها هتلاقيها متاحة عندك. هتختار اللهجة بتاعت الفيديو اللي انت عاوز تحوله، وليكن مثلا أنا الفيديو بتاعي باللغة العربية، وتبدأ تشغل الفيديو وبسرعة تضغط على أيقونة الصوت دي كده. زي ما انت شايف بدأ أي كلام يتقال في الفيديو يتحول لكتابة بدقة عالية جدا جدا جدا. وبرضو ملحوظة، انت مش هتسمع أي حاجة من الكمبيوتر زي ما اتفقنا، لأن الصوت بتاع الفيديو بيتاخد ويروح للبرنامج بحيث اللي هو يحوله لكتابة زي ما انت شايف كده. بعد ما الفيديو بيخلص، او لو انت خلاص اكتفيت بالقدر ده، هتبدأ تضغط هنا، ده الكلام بتاع الفيديو. تقدر تتحكم في حجم الخط زي ما قلنا دلوقتي، وليكن انا كبرت حجم الخط. تبدأ تصلح اي اخطاء لغوية موجودة، وهتلاقي الاخطاء اللغوية قليلة جدا. والبرنامج بيتيح لك عملية التصحيح اللغوي، لو ضغطت Tools Spelling and Grammar وضغطت أول خيار، هيبدأ يعدل لك الكلمات، يقول لك الصح بتاعها إيه. هتقول له والله ده هنا دي ته مربوطة مش ه، تبدأ تختار أكسبت. وكذلك لو الكلمة أنت شايف اللي هي مظبوطة ما فيهاش مشكلة، تعمل إجنور. لو شايف اللي فيها مشكلة والكلام ده هو اللي صح فعلا، فتعمل أكسبت. طبعا أنا شايف اللي دوم ما تفهمش أي مشكلة خالص. وكذلك بتبدأ تعدل الكلام كله لو في أي أخطاء لغوية ظهر معك. وتقدر تاخد الكلام ده كوبي وتحطه عندك في ملف وورد، او تحطه في نوت باد زي ما انت حابب. واخيرا ما تنساش انك تضغط كليك يمين وتقول له ساوندس، وبتبدا تعمل ديسيبل علشان تبدا ترجع الكمبيوتر للصوت الطبيعي بتاعه. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.